نحكي اليوم موضوع التعليم عن بعد اللي كان يعني وياكم من 100 سنة ولحد الآن تدرس يعني طلاب ونام ونام وصار صلاة كلام. كانت تجيكم تمارين أسبوعية وفيها أسئلة وبعد يومين ثلاثة يقدمونها المدرسين أو المعلمين وياكم وبعدها تجيكم روابط حلول. المنصة كلش مهمة للكلش يعني شكلكم مستقبلا وبيها كل الأسئلة تبعكم 10 أسابيع حتى وصلتكم أسئلة وراح تجيكم بعد دفعة الفصل الثاني موجود كل الأسئلة من الأسبوع الأول لحد الأسبوع العاشر ويعني بيها تحديث بعد فكلها موجودة الأسئلة وموجود الحلول تقدرون تطلعون عليها.